السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة إلكترونيسا. اليوم إن شاء الله نشوفو موديل، أول موديل في الناس اللي يقراو بخوميييغ أني إلكتروميكانيك دي سيستيم أوتوماتيزي. غنبداو بأول حاجة اللي هي كيفاش نحسبو إر إيكيفالون. إر توتال كيعطيك واحد السيركوي في مجموعة ديال لي ريزيستونس، و نتا خصك تحسب ار ايكيفالون تشوفها شحال كتساوي. نبداو بأول اكزومبل اللي هو غادي يكون ساهل. عندنا هاد ار ايكيفالون، الناس ديال الباك عارفين شنو هو على التوالي و شنو هو على التوازي. باراليل على توازي، اون سيري على توالي. عندنا هنا عندنا هاد ار، هنا ار. نشوفو الكورون دابا ملي جاي ليا، افترضو ان الكورون جاي من هنا، هذا هو اي، جاي داز في هاد ريزيستونس وداز في هاد ريزيستونس، يعني دايز فيهم ميم كورون، يعني هاد دو ريزيستونس غيكونو اون سيري. ار ايكيفالون ايكال ار ان بلوس ار دو، هادي هي على هادي هي اون سيري. دابا نشوفو هنايا عندنا اكزومبل اون باراليل، ار ايكيفالون شحال تساوي. عندنا الكورون لاحظنا ونفترضو انه جاي من هنا، داز ولكن تفرق، شاف هاد ريزيستونس ومشى في هاد ريزيستونس، يعني هاد ار ان تكون اون باراليل مع ار دو، ما حقاش ما دايش فيهم ميم كورون. ملي تيكون ما دايش فيهم ميم كورون يعني تيكونو باراليل. هنا غادي نمشي بشويه. دابا عندنا ار1 مع ار2 يكونوا باراليل، ار1 باراليل ار2. دابا كيبقى لينا غير الحساب، كيفاش نحسبوا هاد، كيفاش نشوفوا الحساب كيفاش غادي يكون ملي كيكون عندنا باراليل. لاحظ معايا عندنا ار ايكيفالون ايكال، دابا هنا ار1 باراليل ار2، شنو كنديروا؟ كنديروا البرودوي الفوق سور لا سوم ديال ريزيستانس. عندنا ار1 فوا R2 sur R1 plus R2. سلام، هذا هو ديال الفورميل اللي كنحسبو فيها ملي يكون عندنا اون باراليل. دابا غادي نشوفو واحد التمرين اللي نطبقو فيه هذا الشيء، اللي نطبقو فيه باراليل و سيري. شو ناخذ واحد الشيما، R1 R2 R3 R4 هنا A B. لاحظ معايا أول حاجة شنو غادي نجي، بانو لي هادو أون سيري، هادو كيشبهو لهادو يعني سيري، فهمنا. خصني نحسبهم، يعني R3 4 نسميوها R3 4، تكون هي R 3 بلس ار2. هاد لي ريزيستونس كاملين حنا نفترضهم كيساوي واحد، ار1 ايكال ار2 ايكال ار3 ايكال ار4 ايكال 1 كيلو اوم. يعني شنو ار3 بلس ار2 ار4، اعتذر، يعني واحد زائد واحد ايكال 2 كيلو اوم. دابا الشيما كيفاش غادي تولي عندنا؟ الشيما غادي نسهلوها، تولي عندنا هكا واحد ريزيستونس، هنا ريزيستونس مازال ما قصناها، وهنا غادي نشوفو هاد ريزيستونس اللي حسبنا، تولي عندنا غير ريزيستونس وحده، يعني ار 3 4، هنا ار 1 هنا ار 2. فاهمين على هاد القضيه؟ دابا لاحظ ان عندي هادي مع هادي باراليل، كيشبهو اللي قلنا القبيلة هكا، ار هنا ار، يعني هادو راه باراليل كيف ما درنا في الشيما هنايا، راهم باراليل كيشبهو لهادي. شنو خصنا نطبقو؟ خصنا نطبقو هاد الفورميل دابا. دابا
دابا قلنا طبقوا الفورميل الثانيه، يعني غتولي عندنا ار2 باراليل ا ار3 4. نشوفوا ار، نديروا لهم هنا هاد الريزيستانس، هاد الريزيستانس نسميو واحد، نسميهم واحد ار اخرى، نسميوها مثلا ار5. هي هاد اللي يخرج لينا بلا نحسبوا هادو نسميوها ار5. ار5 هي ار2 باراليل ار3 4. نشوفوا الحساب، عندنا ار2 فوا ار3 4 سور ار2 بلس ار3 4. هادي ار3 4 خرجت لينا 2 كيلو اوم. نشوفوا الحساب، عندنا ار2 ايكال 1 كيلو اوم فوا 2 سور ار، ار2 هي 1 بلس 2 ايكال 2 سور 3 كيلو اوم. حنا غاديين مع الشيما ساهله نرجعوها. دابا ملي حسبنا ار5 الشيما كيفاش غادي تولي؟ يعني دابا هادي مع هادي غيبقاو لينا ريزيستانس وحده، اولا هادي السيركوي هكا داير. ا بي دابا هذه هي ار 5 قلنا نسميوها، هي هذه تساوي 2 على 3 كيلو اوم. عندنا هنا ار ان، لاحظ معي ان ار ان مع ار 2 لمن كيشبهوا، كيشبهوا لهذا الريزيستانس هذه اللي درنا في اول اكزامبل. ار ان هنا ار دايرين بحال هكا، راه غير عوجنا السلك وهبطناهم، راه يمكن نخدموهم هكا كيف ما قلنا. هنايا هنا اش ولي عندنا ار ان بلس ار 5، يعني ار ايكيفالون، يعني التوتال ديال السيركوي شنو ولات؟ ولات هي ار ان بلس ار 5 اللي هي واحد زائد جوج على ثلاثة. شحال كتساوي؟ نوحدو المقام هنايا، هي ثلاثة زائد جوج على ثلاثة، هي خمسة على ثلاثة كيلو أوم. هذه هي لا ريزيستانس إيكيفالون. نتمنى الشرح يكون واضح، وما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم وتابوناو في لاشين، والسلام عليكم.